للصائم دعوة لا ترد. ما تبي من الله شيء، مالك حاجة مرة، أمورك كلها زينة، ما أنت محتاج شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ادع يا غالي ادع. ممكن البعض يقول اللهم لك الحمد أنا أموري كلها زينة. طيب ادع الله عز وجل أن أمورك زينة تبقى زينة، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، تحول عافيتك، فجاءة نقمتك، وجميع سخطك. يا ربي أنا في نعمة احفظها لا تزلها النعمة.